ضيفة حلقة برنامج كلم ربنا النهاردة مختلفة لأنها بتمر بوقت صعب وأزمة حقيقية. هي أرملة كابتن نادي الزمالك علاء علي. كابتن علاء علي للي ما يعرفش كان أحد جيل الكبار في نادي الزمالك قبل سنوات قليلة، كان لاعب كبير عنده تاريخ، فجأة وهو في عز عطائه وفي عز تقديمه توفى، أصيب بمرض السرطان ثم توفى، ترك زوجة وطفلين. معانا النهاردة زوجته اللي هي أرملته، مدام مروة سلطان، هتكلمنا عن لحظة كلمت فيها ربنا وهي من اللحظات الصعبة. هي بتقول لي ان الكلام مع ربنا دايما مهم، لان انا بحس ان ربنا معايا بيقف معايا في كل وقت. مدام مروة سلطان زوجة أرملة الكابتن علاء علي كابتن نادي الزمالك السابق، كل سنة وانت طيبة. كل سنة وحضرتك طيب وكل المشاهدين بخير يا رب، ورمضان كريم عليكم كلكم يا رب. كلمينا عن ربنا في حياتك بعد الأزمة اللي انت بتتعرض بيها، أم وطفلين، زوجة لاعب كبير توفى فجأة في قمة عطائه. كلمينا عن ربنا في حياتك. والله هو ربنا فعلا هو المنجد والمكان الوحيد اللي نقدر نلجأ له في الأزمة الكبيرة اللي احنا عدينا بيها من زمان لحد دلوقتي. احنا بقالنا فترة طويلة، يعني من أول مرض الكابتن علاء الله يرحمه، وقعد سنة في معاناة جامدة، أقل من سنة كمان، بس كانت معاناة صعبة قوي مع مرض الورم، يعني مرض السرطان. ربنا ما يكتبش على أي بيت يكون فيه حالة زي كده، لأن بتكون حاجة مدمرة جدا لكل أفراد الأسرة، خصوصا لو كون في أسرة فيها أطفال وده أب وهو السند بتاع البيت كله يعني. فطبعا التجأنا ربنا وتقربنا منه، شجرة البيت. طبعا هو أساس حياتنا كلها، هو زوجي وأخويا وصديقي، ويعني هو بعد والدي كمان هو سندي في الدنيا يعني. فطبعا كانت أزمة وقسم الظهر جامدة قوي لينا، بس كنا متأملين في ربنا ومتمسكين بالأمل لحد ما طبعا نفذ أمر الله، يعني طبعا هو عمره قضاء ربنا بقدره، إحنا راضيين. وطبعا بعد الوفاة دي مرحلة تانية خالص، ان انا فجأت ان انا يعني مرة واحدة هواجه الدنيا لوحدي بولادي، وكانت ازمة بالنسبة لي نفسية لازم عشان اتخطاها طبعا اكون في رحاب الله، يعني انا بس ما عنديش غير ربنا اللي انا يعني هو السند والظهر. طبعا انا بغرق، يعني انا بغرق انا ولادي، وهو الحاجه الوحيده اللي هتقويني وتسندني. انت قلت لي ان كمان والدك متوفي وعندكش اخوه ولاد اصغر منك. لا عندي اخويا بس هو اصغر مني ربنا يخليه، بس طبعا ما عنديش حد فعلا سند حقيقي فعلا فعلا في الدنيا ابدا ابدا بعد ربنا، ما فيش بجد، يعني دي حاجه حقيقيه. وانا لحد دلوقتي بحاول ان انا لحد اخر دقيقه في حياتي ان انا ابقى متمسكه ان ربنا يعوضني في ولادي بكل الحزن وكل يعني الأسى اللي شفناه في الدنيا قوي قوي بعد علاء والله الله يرحمه. شفنا حاجات صعبة قوي قوي، كفاية قصرة قلبي وقصرة ظهري يعني من بعده، لابنه أنا ضايت وفى باباه وعنده سنتين ونص، فالمطور ما حيش يشوفه ولا يحس بإحساس الأبوة ده أبدا يعني. فالحد دلوقتي أنا عايز بابا، الكلمة دي بتبقى صعبة قوي قوي، فما بدون صبر وبدون يعني احتماء في ربنا وتمسك بأن ربنا هيصبرني وهيقويني إن أقدر أكبر الأطفال دول وبقى أب وأم، أنا ما هبقى ولا حاجة يعني. طيب بتكلمي ربنا بقى في اللحظات الصعبة دي بتقولي له إيه؟ أنا بقول له يا ربنا أنت كلفتني بمأمورية صعبة قوي 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 يا رب، عني عليها، أنت الوحيد اللي هتقدر تعني، هو السند الحقيقي الوحيد في حياتي فعلا. طبعا مش هننكر ان ربنا وقف معايا وسخر لي يعني حاجات في الارض وفي الدنيا ان هي تبقى تساندني في المواقف الصعبه دي، وربنا وقف معايا طبعا جدا، وقف لي باب حلال كتير في حاجات، مشاكل كتير كنت بقع فيها، بلاقيها بتفرج من حيث لا احتسب يعني، في حاجات كتير سواء حاجات ماديه او سواء حاجات ليها علاقه بقى بالاوراق وان انا اعمل حاجات يعني حاجات في الدنيا يعني. ربنا سخر مصالح ولادك. مصالح ولادي طبعا ربنا سخر فيها كتير قوي قوي، ولاد حلال كتير فعلا يعني، ده ليه فضل كبير
كبير قوي قوي عليا يعني طبعا، بس انا نفسي هو ان هو يفضل مقويني بس القوه والصبر، لاني انا عندي حقيقي دي ازمه انا بمر بيها حقيقي. ده انا عندي يوميا، عندي ابني يوميا وبنتي برضو، بس بنتي بتكتم في نفسها شويه، لكن ابني يوميا انا عايز بابا. طب انا عايز بابا يبقى معايا، لما اشوف اي موقف في اب واولاد بيروحوا يصلوا الجمعه في النادي في تمرين في حاجه في خروجه حتى ما نعرفش نتحرك كده طبيعي، لازم يكون في موقف مؤثر. فانا بسألك فين بابا، بتقولوا له ايه؟ انا بقول له حبيبي هو في الجنه، انت تكره ان حد بتحبه قوي يكون في الجنه واحنا نحصله، بس هو سبقنا على الجنه لان علاء كان جميل قوي قوي يعني، وكل الناس بتحبه وبتدعي له لحد دلوقتي، ودي علامه جميله ليه. فانا بقول له انت تكره ان بابا يبقى في الجنه واحنا نروح له، يعني ربنا حرمك منه عشان يسبقنا على الجنه. ده الاجابه الوحيده اللي بلاقيها. قولي لي موقف حسيت ان ربنا معاكي فيه، وقف معاكي بجد فيه. كتير ببقى حاسة ان الدنيا ضاقت عليا لدرجة ان انا مش عارفة اتصرف، موقف ومتعقد ومقفول مش عارفة اتصرف خالص، بدعي وبصلي وساعات بعمل استخارة في حاجة اعملها او لا، وطبعا بلاقيها بتفرج من حيث لا احتسب فعلا، والله ده حقيقي شفتها، مش حضرني حاجة بالظبط بس موقف كتير قوي والله قوي يعني. مدام مروة سلطان أرملة لاعب نادي الزمالك الكبير الراحل علاء علي، رمضان كريم. طيب يا رب، وكل اللي يشوفونا بخير يا رب. كل سنة وانت طيب.